أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفي في هذه الحلقة هو الإعلامي السعودي الأستاذ أحمد الشكيري، معد ومقدم برنامج خواطر. حياك الله أستاذ أحمد. أهلا عزيزي تركي. قدمته رمضان الماضي خواطر ستة، وحقق البرنامج نجاحا يعني جيدا، أبارك لك على هذا النجاح. الحمد لله. لكن أيضا كان هناك كثير من الحديث بعد خواطر ستة سلبا وإيجابا عن خواطر، وبدون شك أنك تلقيت بعض ردود الأفعال. خواطر خمسة أستاذ أحمد ركزت على مقارنة حال اليابان بالأمة العربية والإسلامية. في خواطر ستة قلت علشان ما نقارن أنفسنا بناس مختلفين تماما، خلونا نقارن أنفسنا بأناس لهم تجارب من الأمة العربية. ألا ترى أنك نقضت الفكرة التي أقمت خواطر خمسة من أجلها، وهي أنه هؤلاء أناس معاصرين وليسوا من السلف أو من الصحابة الذين كان وضعهم مختلفا، حياتهم مختلفة، إيمانياتهم مختلفة، وبعدين جيت تقارن بالماضي والسلف من جديد؟ ما في نقد، يعني هو التنوع أساليب. يعني كل شخص يختلف كيف ممكن تؤثر عليه. بعض الناس يحتاجوا نموذج أمامهم اليوم حتى لو مختلف عن طبيعتهم، فاليابان كانت نموذج أثرت في كثير من الناس. ناس تانيين لا، يحتاج شيء منه، يعني من أجداده، من تاريخه، علشان يشعر أنه يعني قادر على التغيير، أنه جدي قدر يغير أو جدي قدر يغير، فأنا كمان أقدر أغير. فناس تأثروا بهذه وناس تأثروا بتلك. سبحان الله، الناس اللي تضايقوا من خمسة، اللي شعروا يا أخي لا تجيب لنا اليابان وما هم مسلمين واواوا، ارتاحوا في ستة وقالوا أيوة كده جيب أمثلة من المسلمين، فوازنت الطيارة. يعني خواطر خمسة كانت طيارة كده، جات ستة وازنت. والعكس بالمناسبة، في ناس عجبهم خمسة وتضايقوا من ستة، طبيعي. يعني